دكتور دومينيك سلامه من قسم الكيمياء بكليه العلوم بالجامعه اليسوعيه. اليوم كباحث اكاديمي طول وقتك مع البحث العلمي، عم تشوف القضايا من منظار علمي، عم تشوف القضايا من منظار قديه بنقدر بخلفيتها العلميه تكون سهله القبول من الناس. وحده من اكثر الاشياء اللي اشتغلت عليها هو موضوع اداره النفايات، خبره طويله بالملف. سؤالي قديه في العلم يكون احيانا عم يستخدم باقناع الناس بخيارات إلى علاقه بالاداره السليمه للنفايات، قضيه القضايا اليوم بلبنان، واللي معروف انه النامبي افكت يلي نات ان ماي باك يارد، كل حدا ما بده شيء يكون قريب منه عم يخلق عنده اعتراض. قديه فينا نسخر العلم، الحقيقه العلميه المثبتة، لا نقدر نقنع الناس بإدارة سليمة للنفايات؟ مرسي بسام. أنا بحب أول شيء أتشكر بنك أوف بيروت على هالإنيشيتيف اللي عملتها، اللي هي كتير مهمة، اللي بتقدر بدور من المطارح أنها تصالح بنقص معين موجود راح أحكي عنه هلأ. وبدي أقول بونجور للجميع. التاريخ بيخبر أنه ما في شيء تطور بالبشرية بلا العلوم، ولا شيء، ولا شيء بالبشرية كان بالأول عنده أفكار ما ورائية وإذ فجأة تطور لو ما دخلت العلوم، ولو ما العلوم حطت الأسس لحتى تقدر تتطور هيدول الأمور. بلبنان عكس ما العالم بتفكر، برات لبنان يمكن، وكمان رح بفاجئ مثل ما ليا هلأ قالت، الأسس العلمية بالجامعات بلبنان وعند الأكاديميين كتير مهمة وكتير كبيرة، والأبحاث يلي عم بتصير بلبنان كتير مهمة، ونوعية الباحثين بلبنان من الطراز العالمي، وكثير في كومبتيتيفنس على هذا الموضوع، وخصوصي بالأبحاث البيئية تحديدا بالويست مانجمنت. الويست مانجمنت بيطلع كثير اخبار فيها لانه اتس اباوت مانجمنت واتس اباوت ويست، يعني فيها من الشعبوية وفيها من الإدارة. وبتعرف اليوم الإدارة ما في مدرسة واحدة لكيف مندير الأمور، في مدارس كيف مندير الأمور، وزيت شيء بالنفايات في مدارس كيف تندار الامور، في مدارس بتقول اهم شيء نعمل فرز من المصدر، في مدارس بتقول مش ضروري الفرز من المصدر، لازم نروح على الحل الوحيد لمعالجه النفايات، في مدارس بتقول لازم ينعمل فرز من المصدر ولازم ينعمل تقنيات جذريه لمعالجه النفايات مثل المحارق وغيرها. في مدارس بتقول انه لازم ينعمل فرز من المصدر ويصير في محارق ويصير في كومبوستينج ويصير في لاندفيلينج وغيره وغيره. الاكيد انه الطريقة العلمية لحتى نقدر نقارب حيلا مشكلة هي يلي لازم تكون موجودة تنقدر نحل ملف معين. شو هي الطريقة العلمية؟ أول طريقة علمية هي إنه مش نحن أول ناس بالعالم عشنا هيك مشكلة، هيدا شيء أكيد. إذا بنلحق الطريقة العلمية، الطريقة العلمية بتقول هات لحتى نبلش أول شيء نقرأ شو صار حوالينا، شو صار أبعد منا، شو صار عند غيرنا، وكيف عبر التاريخ through publication through research اللي صاروا through تاريخ الدول كيف حلوا أزماتهم اللي هي موجودة. بس الطريقة العلمية ما بتقول ناخد copy paste شو عملوا غيرنا ونطبقهم عنا، ما بنكون عملنا innovation وما بنكون عملنا adaptation لمشكلتنا اللي نحن قدامنا. العلم بيقول استناداً على كل الخبرات الموجودة، استناداً على المايلستونز العلمية اللي هن موجودين عبر العالم، نحن علينا نطور حسب حالتنا ووقعنا الحل الأسلم، وهالشي ما فينا نطلعه كقرار قبل ما نكون عملنا شوية دراسات. هلأ للأسف نحن دايماً عايشين بأزمات أرجنت، بأزمات هلأ لازم نحلها وهلأ لازم نخلي، بس هالشي ما بيعني إنه ما فينا نطبق موديل بيشبه موديل المستشفى. في عنا الأرجنس وفي عنا الأوسبيتاليزاسيون، ما بيمنع إنه نلاقي حلول سريعة، بس بذات الوقت نكون عم نشتغل استراتيجيات سليمة ونطبق قوانين سليمة ونستند على الباحثين وعلى الجامعات بطريقة سليمة. برجع بشدد أنا عم بحكي على الطريقة العلمية لنقدر نقوم بالأمور حسب سؤالك. اليوم في كثير ابحاث بالجامعات بتحكي عن كيف لازم تندار الازمه بلبنان، بس ما نفكر كمان انه في الحل الواحد، الحل الواحد منه موجود، بس الاوبتيمم اوف سولوشنز فينا نبحث فيه وفينا نوصل له، هذا شيء اكيد. وبحب شدد على شغله كثير اساسيه اللي عم نراقبه ببين انه ما حدا ما معه حق وما حدا معه حق، الكل بالطروحات رح اشرحها اكثر. كل واحد بحل عم بيجيبه هو جزء من الحل. الصعوبة يلي لازم تندرس والصعوبة يلي ضروري الجامعات يكون دورها موجود بهذا الشيء، كيف الحل لازم يكون متكامل، والحل تيكون متكامل is about dimensioning. رح أعطي مثل كتير صغير بس لحتى نقرب للعالم المشكلة. ما فيني أطبخ تون عدس بمقلاية صغيرة،
It's about that dimensioning. وهيدي المشكلة هي ذاتها. نحن اليوم شو عنا نفايات؟ شو نوعية النفايات؟ كيف بدنا نقسم الحلول لحد ما كيف بدنا نبعتها على المطمر النهائي؟ هو الشيء اللي لازم يكون مطروح وين ما كان. وأهم شغلة لازم نقولها إنه الجامعات ما بتشتغل بس بالتكنيكال سولوشن، كمان بتشتغل بكيف تساعد مجتمع تيتطور لقدام، وبتقدر تساعد على إنه يقتنعوا العالم بطريقة فرز سليمة، ويقتنعوا العالم بطريقة تخفيف إنتاجية ملوثات سليمة، خصوصي عم بتوجه للصناعات. وبحب أختم بشغلة لحتى أرجع للشيء الأساسي. بنك بيروت بالإنيشيتيف اللي عم يعملها مهم كتير، لأنه اليوم نحن بنعرف كتير منيح إنه شو ما كان الحل ما بيقدر يكون حل بلا وجود الصناعة حتى تساعده. واليوم بارت من دعم الصناعة بيقطع عبر المصارف، ولحتى الصناعة تقدر تقوم بواجبها وتعالج نفايات بطريقة سليمة من بعد ما تنفرز بطريقة سليمة، لأنه ما بيكفي نفرزها للنفايات، لازم نعالجها من بعد ما نفرزها، بدها دعم. وأنا هون بشكر كتير بنك أوف بيروت باللي عم بجرب يعمله، لأنه هي جزء كبير من الحل يلي اليوم الوطن بحاجة له. حتى مصرف لبنان لازم نشكره، لأنه مأمن نوعية قروض مدعومة كرمال كل شيء بيئي اللي هن الجرين بروجيكتس، واللي صار له كذا سنة بنمشي فيه. بس تعرف شو المشكلة؟ مشكلة إنه بالمواضيع البيئية المارجنز الربح صغار، فقد ما يدعموا لازم نقدر نوصل لمرحلة نعمل قروض مش فوائد مخفضة، بعدم فوائد تنقدر نقلع ونبلش مطرح. بس مزبوط، هو إذا ما في صناعة وإذا ما في عنا هول المعامل اللي رح يقدروا يساعدونا بحل الأزمة، we need to invest فيهم، لازم نستثمر فيهم من هلا للمدى الطويل. لأنه عجبني شو كنت عم تقول، في كذا مدرسة بس الحال بركي بده وقت، بس لازم نبلش مطرح.